قال كلمة بالزمان الرئيس أنور السادات نفتكرها كلنا الله يرحمه، ارفعوا أيديكم على لبنان. لبنان بلد صغير، بلد سياحي، لكن أيادي اللي بتلعب فيه كتير، وأصبحنا بموقع الدولة ضعيفة مش بقوة الأيادي اللي عم تلعب بيها. فالنائب النفس ده نوع من المحافظة على البلد، انت يا تخش في مشاكل يا توقف. فأتمنى من كل قلبي، أنا بقول إيه، مصر بخير، كلنا بخير إن شاء الله. هنبتدي من هنا، وبقولها بصراحة أنا كإنسان لبناني عربي، مصر مهمة جدا، وإذا احنا ضعفنا شوية صدقني، لأنه مشاكل مصر كتيرة، ومصر عليها أنا حاسس في مؤامرة كبيرة على بلدنا مصر. وأنا حاسس دلوقتي اليومين دول أنا بسمع شكاوي الناس، إنما حسيت بانتماء للشعب المصري، انتماء مثل ما أنا بعرف المصري برا، تعرفوا أكتر المصري برا على فكرة، لكن أنا حاسس المصري هنا في عنده انتماء للبلد، للرئيس، حاسس مع الرئيس اللي بيحصل، وحاسس إيه اللي بحتاجه البلد. إنما المواطن تعبان، أنا حاسس تعبان بيشكي يعني، لكن ربنا مدعي لرب يكون سنة حلوة كده. يا رب يا رب يا رب.